اهلا بيكم، برحب بيكم في حلقه جديده النهارده وفيديو جديد هنتكلم فيه عن توقعات ونصايح وتحذيرات الابراج. والنهارده هنتكلم على بيست فيوز عندي شهر يناير 2021 لحد النهارده هو برج العذراء، وهنتكلم عن ايه هي النصايح والتحذيرات اللي احب اقولها لبرج العذراء في شهر يناير. طبعا احنا كلنا عارفين برج العذراء من الابراج المحظوظه في عام 2021، هي سنه طلوع للقمه، سنه نجاحات في العمل، سنة نجاحات كمان في الفلوس. يعني اشتغلوا على نفسكم كويس يا برج العذراء علشان تقدروا تحققوا كل حاجة نفسكم فيها. كمان السنة دي سنة ازدهار، هتبان بقوة، فاشتغل على نفسك، ابذل مجهود، حط امنيتك قدامك انت وكل الابراج. يعني دايما اي حد في الدنيا عنده هدف بليز يحط الهدف قدامه واشتغل على نفسه، يبقى عنده تطور، يعني كل شوية يطور من نفسه علشان يقدر يوصل لاي حاجة هو عايزها. طيب برج العذراء في يناير 2021، اول حاجه شايفك في بدايه السنه اكثر نشاطا، بالرغم من ان انت ممكن تكون متعصب شويه. انا عن نفسي يا جماعه يناير عندي شهر العصبيه، مش قادره احكي لكم، انا الشهر ده عمال اخد خبطات كده من اول من اول عمر، من جليش عمر، انا مش عارفه، معلش يا جماعه، بس ابني، ايوه هي دي، ابني معدي من ورايا. بس فشهر يناير ده عندي خبطات كتيره جدا، يعني بس انا شايفة ان بداية السنة تبقى بداية موفقة، عندكم نجاحات مالية قوية جدا جدا، عندك بداية جديدة يا برج العذراء. يعني ركزوا في اي بداية جديدة هتبقى موفقة ان شاء الله بنسبة، يعني هقول 90%. بتفكر في مشروع جديد، جو اون، بتفكر في وظيفة جديدة، جو اون، بتفكر في فكرة جديدة، اشتغل عليها، لان هيبقى عندك توفيق الهي سبحان الله يعني قوي جدا جدا. في حد بيقول التور قالت، لا العذراء، انا بتكلم على العذراء يا جماعة. فبرج العذراء اشتغلوا على نفسكم لان عندكم نجاحات قويه جدا في العمل. شايفه في مصالحات، او مثلا حتى عندك جنرال في حياتك في مصالحات، يعني ممكن تكون متخانق مع حد هتبدا تتصالح معاه، سواء اصدقائك، سواء حد من العيله، سواء في العمل. يعني عندك شهر مصالحات قوي جدا يا برج العذراء. مش ممكن تحصل عندك في بدايه الشهر شويه لخبطه في حياتك، وده عادي جدا، يعني عديها. لو حصل لك اي لخبطه طبيعي جدا جدا، فاللخبطه دي متوقعه، بس خليك هادي في اتخاذ قراراتك، ما تكونش متسارع. وانا بقول نفس الكلام ده علشان انا يا جماعه بما ان انا عذراء انا متسرعه جدا، يعني افضل اعمل الحاجه بعد كده افضل اقول ايه اللي انا عملته في نفسي ده، ليه عملت في نفسي كده، فبقيت يعني ايه بتعصب بدري. يعني بلاش ردود افعال سريعه يا برج العذراء، ودي من اسوأ صفات برج العذراء احيانا، مع انه هو شخص هادي بس ردود افعاله سريعه. في فيديو صحيح انا كنت عملته عن صفات انثى العذراء، ابقوا اتفرجوا عليه، هسيبه لكم على اليوتيوب يا هنا يا هنا، اوكي، ادور عليه، اللي هو صفات ومميزات واسرار جاذبيه انثى العذراء، هيعجبكم جدا جدا. طيب شايفك يا برج العذراء عندك حاجة مضايقك في نفسك، يعني الفترة دي ممكن تبقى متضايق من نفسك من حاجة معينة، ممكن تكون مقصر في حاجة، عندك طاقة يعني ندم، يعني انت زعلان متضايق من نفسك اكتر مش من حد تاني. يا شايفك ندمان مثلا، انت ممكن تكون مقصر في حق حد، عندك مشاكل مثلا مش مهتم بيها، فحاولوا ان انتوا تقعدوا كده مع نفسكم وتجيبوا ورقه وقلم، يعني زي انا كده مثلا، ونكتب البريوريتيز بتاعتنا، نكتب يعني ايه الحاجات المهمه اللي انت المفروض تعملها الفتره دي وتركز عليها، ايه الحاجات اللي انت مقصر فيها، ايه الحاجات اللي انت مشتغل على نفسك فيها اكتر، لان انت حاسس بتقصير او ان انت مقصر في حاجه. انا متاكده 100% ان اي حد عذراء حاسس بالتقصير ده. في حد بيقول لي مناخيرك مالها يا جماعه، متخبطه في مناخيري، وحتى عندي فوق فيقه كده، انا دخلت في ازاز، لحد شافش الستوري بتاعتي شوفوها، دخلت امبارح وانا داخله كده بنزيمه، الازاز كان ابيض، يعني تحيه لبنزيمه امارات مصر يا جماعه، الازاز بيلمع لدرجه انا ماشيه بسرعه جدا جدا، كنت داخله تراك في الازاز، اتخبطت الحته دي ورمه عندي بتوجعني حتى قوي، ودي ورمه مش عارفه باينه ولا لا، بس ميك اب بقى فاونديشن ماك عامل شغل. فالحته دي خبطت خبطه كبيره جدا. ثانك يو والله بجد يا امي، يا ام يوسف او ام ياسين، سوري. طيب فيا عذراء عندك قرارات مهمه لازم تاخدها، ركز في قراراتك، ما تكونش متسرع، ما تكونش ركز في اي قرار تاخده بورقه والقلم ارجوك، لان العذراء عنده لخبطه في شهر يناير اي عذراء، فبلاش قرارات متسرعه، بلاش قرارات اصلا في يناير على فكره، الا اي بدايه جديده، اي بدايه جديده بشجع عليها جدا جدا. شكرا يا جماعه، يعني مش خبطه كبيره قوي، هي بتوجعني، انتوا شايفين مناخير في كراك هنا اهو، هو لونه ازرق بس انا حاطه عليه بقى هايلايتر وفاونديشن وحاجات كتير قوي،
في حد بيقول لي نوع الروس بتاعي ده ماك يا جماعه، مش فاكره اسمه، ماك ماير اللي هو ام اي اتش اي اي ار، بس مش فاكره رقمه، بس ده ماك. ثانك يو يا جماعه بجد على الكومنتس الحلوه قوي، بحبكم يعني. طيب ندخل تاني، نرجع تاني لبرج العذراء. طيب يبقى برج العذراء في حيره او في ندم او في تقصير. انت دلوقتي بتتفرج على الفيديو، ركز شوف انت مقصر في ايه، الحاجه اللي انت مقصر فيها اشتغل عليها. انت عندك نجاحات قويه في 2021، استغلها. نجاحات في فلوس، يعني ما شاء الله ما شاء الله، من اكثر الابراج حظا في المال في عام 2021 عذراء، داخل لك فلوس حلوه جدا عذراء. وزي ما قلت ميزان تور كمان محظوظ، في ابراج داخل لها فلوس، جوزاء كمان محظوظ جدا، دلو محظوظ قوي. فالابراج دي ركزوا، هتعرفوا تعملوا فلوس حلوه جدا جدا. طيب ممكن تكون بتفكر في مشروع جديد جو اون، بس انت عندك قرار مصيري انت محتار فيه، اقعد ركز كده، قول قسم ورقه الحاجات اللي انا هستفيد منها والحاجات اللي هخسرها من المشروع ده، الحاجات الحلوه والحاجات الوحشه. انا عن نفسي في قرار هتعرفوه قريب قوي جدا جدا لازم اخده في يناير 2021، يا اما هاخده اكيد لو خدته انت هتعرفوه، يا اما مش هاخده فمش هتعرفوه. يعني انا لو خدته هتعرفوه، ادعوا لي بقى ان ربنا يفعل لي فيه خير، بس قرار حلو ليكم فانتظروني. طيب ندخل بقى عن برج العذراء والعاطفة وبرج العذراء والحب. طيب اول حاجة عندك شخص بيراقبك يا برج العذراء، هو الشخص اللي انت مرتبط بيه او بتحبه او الكراش بتاعك او الشخص اللي انت مرتبط بيه، والشخص ده في دلوقتي مثلا ممكن تكونوا زعلانين من بعض، يعني انا شايف في زعل، يعني يناير في زعل ما بينك وبين شريك حياتك، سواء كنت مرتبط بيه اوريدي او لسه ما اعترفتوش لبعض معجبين ببعض، في زعل او في عتاب، انا شايف في عتاب قوي جدا جدا، او انتوا الاثنين متخانقين مع بعض مش بتتكلموا مع بعض. انا شايفه ان عندك بدايه جديده مع الشخص ده، سواء هو شخص جديد داخل حياتك جديد او هو شخص راجع من الماضي. على فكره عذراء احتمال كبير شخص يرجع له من الماضي في عام في يناير 2021، الشخص ده ممكن تكون علاقتك كانت مقطوعه بيه ما بتتكلموش مع بعض، هيبدا يرجع يتكلم معاك ستيب باي ستيب. اوكي الابراج الطاقات اللي ظاهره للشخص الراجع من الماضي، اما طاقه يا اما طاقه ترابيه يعني تور جدي عذراء، يا اما طاقه ناريه حمل اسد قوس. اوكي طيب الشخص ده هقول لكم صفاته وانت اكتشفه، هو ممكن يكون شخص جديد او شخص قديم. هو طيب جدا جدا، حساس قوي، كتوم، شخص غامض كتوم، يعني الشخص داخل حياتك برج العذراء غامض زيك على فكره، وكتوم يعني مش سهل يبان او يعبر عن مشاعره. طيب الشخص ده كمان شخصيه قويه، عنده حاجة طرف تالت في حياته. على فكرة الطرف التالت ده مش لازم يكون شخص تاني، زي ما دايما بوضح الطرف التالت ممكن تبقى عيلة، ممكن يبقى شغل، ممكن يبقى سفر، ممكن يبقى تفكير، ممكن يبقى بعد حتى ما بينكم وما بين بعض، بس في طرف تالت في العلاقة دي، والطرف التالت ممكن يكون عندك انت كمان يا برج العذراء، بس العلاقة واضح ان فيها طرف تالت، يا اما من طرفك يا اما من طرفه يا اما من طرفكم انتوا الاثنين. طيب الشخص ده ايه صفاته؟ هو بيحبك جدا على فكره برج العذراء، بس هو هادي او هو مش متسرع، اعتقد ان انت اكثر تسرعا منه، يعني انت بتتسرع اكتر منه. طيب هو كمان ممكن يكون بيراقبك على فكره في صمت او بيدرسك اكتر، انا شايف في طاقه مراقبه، يا اما انت بتراقبه لان القراءه ممكن تكون عكسيه على فكره، يا اما هو بيراقبك. الشخص ده برضو مشغول جدا، واضح ان هو شخص ناجح عنده طموحات زيك على فكره، بس انا شايفك بتنجح ومركز في نجاحاتك، مركز في عملك، مركز في شغلك، وهو كمان بينجح، يعني كل واحد فيكم بينجح يعني كانكم انتوا طريقكم مش واحد على فكره، يعني شايفه هو بينجح في مجاله او في عمله او في شغله وانت بتنجح على فكره. شايفك كبرج العذراء بيلمع نجمك، وخاصه 3 شهور جايين انتظر الشهره، يعني حتى في لو انت مش شخص مشهور انتظر انا عذراء يا جماعه، ده لازم انتظر الشهره انا كمان. طيب قولوا لي يا جماعه القراءه دي بتتطبق معاكم ولا لا، قولوا لي اتفرجوا عليها فين وانتوا برج ايه. طيب الشخص ده ايه نيته؟ هو ممكن يكون دلوقتي انتوا مش بتتكلموا مع بعض، زعلانين مع بعض، يعني في خصام بينكم، في شده، في تنشنه، بس هو يعني هيبقى ساكت وانت ساكت او انت هتسكت على فكره، بس هو ممكن يبدا يتكلم معاك، بس واضح ان في تخاطر روحي، انتوا الاثنين بتفكروا بعض جدا جدا جدا، في تخاطر روحي قوي قوي ما بينكم، يعني بتفكر فيه وهو بيفكر فيك، فانتوا بتفكروا بعض كتير جدا جدا الفتره دي، وبتفكروا بعض في نفس التوقيت، يعني انت لما انت بيجي في بالك هو بيكون بيفكر فيك، وممكن تكون بتحلم بيه كتير، بتفكر فيه قبل ما تنام، بس انا شايفه ان في اتصال روحي قوي جدا جدا، هو روحانياته عليها وانت روحانيتك عليها برج العذراء. طيب الشخص ده غيور جدا بس ما بيبين
شايفه وعنده حد بيتقرب اليه على فكره. يعني اتحداكم وده تحدي بنسبه 90% ان الشخص ده في شخص اخر بيحاول يكراش عليه، بيحاول يقرب منه، بيحاول ان هو يستقطبه، لان الشخص ده شكله جذاب، شكله حلو جذاب، بيهتم بلبسه، بيهتم بشكله، هو هانسون، الشخص ده هانسون، او لو هي ست تبقى ست جميله على فكره. ففي ناس بيحاولوا، بس هو بيفكر فيك انت بالرغم من زعله منك، يعني حتى لو هو زعلان منك هو بيفكر فيك. وفي ناس بتحاول تقرب منه، بيتحاول ان هم يشغلوا باله، بيحاولوا ان هم يعني يعني يخطفوه يعني. فخد بالك يا برج العذراء، واضح ان هو شخص جذاب. طيب الشخص ده شايفك ازاي؟ شايفك ذكي، شايفك جذاب، شايفك طموح، شايفك ناجح، شايفك متألق. فالشخص ده عارف انتك، هو شايفك زي ما انت على فكره. انت اللي ممكن تكون شاكك في نواياه، يعني انا شايفه ان هو شايفك كعذراء، شايف صفاتك الحقيقيه، انت اللي عندك شك من ناحيته. طبعا العذراء شكاك، الله ينور، العذراء من اكتر الابراج الشكاكه جدا. فهو الشخص ده شكاك هو كمان، فواضح ان هو يعني شاكك، انت اللي شاكك فيه، شاكك في نواياه، شاكك ان هو بيلعب بيك، شاكك ان هو بلاير. بس هو عنده مشاكل في حياته، او الشخص ده شخص مسؤول عن حياته، واضح ان هو عنده مسؤوليات كبيره في حياته. هو مش شخص تافه ولا هو شخص بيلعب، لا هو شخص مسؤول، يعني واضح انه ممكن يكون مسؤول عن عيلته، مسؤول عنده طرف ثالث مسؤول عنه، مسؤول عن نفسه، هو اللي بيصرف على نفسه. بس شخص عنده ممكن يكون عنده مشاكل في شغله، عنده حوارات في شغله، فهو عنده مشاكله، ويمكن انت مش حاسس بالمشاكل دي، فانت مش شايف. عشان كده انت ممكن تكون بتقعد بينك وبين نفسك تتهم اتهامات غلط، يعني انت يا عذراء واخد فكره غلط عن الشخص ده. الفكره دي غلط بنسبه، انا بقول لكم يعني عندي استعداد، يعني ايه الفكره دي غلط بنسبه كبيره جدا. فاخد بالكم يا عذراء، هو شايفك على حقيقتك، شايفك شكل طيب، شايفك شخص جذاب، شايفك شخص متفوق ناجح طموح، بس هو شايفك متسرع او كثير النقد مثلا، ممكن يكون بياخد عليك. بحكولكمش عن نفسي، انا رشا تنمر، ممكن النكنيم بتاعي يبقى تنمر في ابهى صوره، انا متنمره فظيعه يا جماعه. طيب ايه اكتر حاجه مضايقه منك يا برج العذراء؟ هو ان انت يعني هجومي، اندفاعي، ان انت مثلا ممكن ما تكونش بترد عليه، ان انت يعني هو حاول مثلا يتكلم معاك وانت ما رضيتش تديله فرصه، بس هو هيكلمك الفتره الجايه، في حد فيكم هيبدا يتكلم مع التاني، او هيجر معاه كلام كده بذكاء يعني، بس مش شايفه انت، يعني نسبه كبيره هو اللي هيجر معاك كلام. بس انا نصيحتي ليك يا برج العذراء، خليك هادي، احتفظ بهدوءك، بلاش رياكشنات سريعه، بلاش تسرع، بلاش هجوميه، بلاش انطلاق. بالفيديو يكون عجبكم، بليز ما تنسوش تعملوا لايك وتقولوا لي القراءه دي بتتفق معاكم ولا لا، بتتفق معاكم بنسبه كام في الميه. بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وقول لي يا عذراء هل عندك قرارات مهمه جدا انت محتار فيها ولا لا، محتار ما بين كذا حد ولا لا، او عندك طرف ثالث ولا الطرف الثالث عند الشخص الاخر ولا لا، وهل فعلا في زعل ما بينك وبين شريك حياتك ولا لا. يا جماعه I need collaboration، في حد، انا عايز اعمل collaboration عشان I have a project مع ميك اب ارتست ومع فاشن ديزاينر او حد ديزاينر او ستايلست ومع دكتور سنان وكمان يعني فيتنس كوتش. لو اي حد انترستد بليز بليز يعني يتواصل معايا عن طريق الماسنجر بتاع اللي هو اسمه دي ام بتاع الانستجرام، او عن طريق الايميل. ثانك يو، بحبكم جدا.